اتحاد الشغل الآن، نحن الآن على بعد عامين وسنتين ونصف من 25 جويلية. طيب هو اختار طريق في 25 جويلية، هو تبين له أنه أخطأ، طالما أن الآن يقول اتحاد الشغل مستهدف سياسيا، والآن يرفع شعارات الدفاع والتشبث بالهوية الاجتماعية الدولة، يقول أنه راو تضييق على حرية التعبير. هذا كلام سيد نوريه تبوبي البارح يعني في الاحتفالية 271 لقتل الحشاد، أن التضييق على حرية التعبير تعبيد للطريق لصالح الاستبداد والديكتاتورية والحكم الفردي. بمعنى ماذا؟ أنه هو اليوم يقول أنا معاه ضد هذا الاستبداد وغيره، لكن الاتحاد يجد صعوبة في الانتقال من المواقع التي ارترضاها والتي يريد أن يبقى فيها الاتحاد إلى أي حد هو قادر فعلا على الانتقال بسلاسة. يعني كنت اليوم تحكي على اللحظة التاريخية، الآن مش تولي أنت رافع لواء المقاومة، كيفاش قادر؟ وطبعا الحين عنده خصوصية نقابية مو سياسية، هو عنده منظورين دافعين في ظل أزمة الارتفاع التضخم وغيره، هذا اللي يعود فيه، وارتفاع نسبة الفقر وغيره. نعم، يعني إذا كان مش نبقوا في ناحية العلاقة الخير هو أن نعم زاوية وطنية أوسع، لكن بون يعني في علاقته مع النظام الاتحاد هو يمثل جزء من لا يتجزأ من منظومة 25، أو هو على كل حال قدم روحه على أساس جزء من هذه المنظومة، دعم الانقلاب وعرض خدماته أكثر من مرة، المشاركة في الحوار وإلى آخره. فالطرف المقابل هو اللي رفضه، والرفض هذا رد الفعل نتاع الاتحاد عليه لم تكن يعني او لا تحيل على 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 الصياغ المتقدمه والجذريه وخطاب البطولات وفهمت والماكينه وكذا والى اخره اللي كان الاتحاد نعم. الشغل يعني يروج فيه بعد الثوره. الاتحاد من الاول صوته مبحوث، صوته مكسور، خطوه قدام خطوه التالي، متردد، حاير. من ناحيه يمكن يكون حيرة جزء من حيرتنا الكل في المجتمع المدني السياسي امام مصيبه القادم الغريب هذا، ولكن يعني الاتحاد عنده ازمه بنيويه، عنده هيكليه، عنده ازمه نتاع افساد، عنده ازمه نتاع هويه اصلا. انا نقول ما تغترم بالعشر سنوات اللي فاتت، نسي جوهره الكي استخدم الكي المطلبي. واقع موضوعي وواقع داخلي يخصه، نعم. يحرك فيها معناتها السياسي وتحرك فيها معادلات المشهد معناتها السياسي. عمليه هذه بتصوروا انه الاتحاد كان من الاحزاب وعديد من الاطراف عندها فرصه ان تعمل تقييم جدي حقيقي وتعود الى المسار الوطني بوعي جديد بوجوه جديده وبرؤيه جديده وتشارك مشاركه فعاله في بناء طيب